برعاية من رئيس الجمهورية، أحيت السلطة المحلية بتعز ثورة 14 من أكتوبر بحفل فني وخطابي بحضور قيادة السلطة المحلية وقيادة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بتوحد بالهدف والرؤى. فثورات اليمنيين محل إجماع واتفاق بعد أن شهدت المحافظة إحياء لثورات اليمنيين سبتمبر وأكتوبر من قبل المدارس والجامعات والشباب بشكل لم يسبق له مثيل. هي الثورة الأم الثانية لنا، هي العين الأخرى التي رأينا بها الوطن كما ينبغي. بكل تأكيد أننا نفتخر في تعز وفي عدن وفي ربوع الوطن بهذه الثورة الخالدة، وتعز اليوم أيضا تحتفي بها كما ينبغي، تحتفي بالذكرى 59 لثورة 14 من أكتوبر بزخم كبير بدأ من شوارعها، مدارسها، جامعاتها، كل مؤسساتها الرسمية. اليوم مكتب الثقافة في تعز يختتم برنامجه بهذا الحفل الفني الخطابي الرسمي. يفخر أبناء تعز بأن مدينتهم وآبائهم كان لهم دورا بارزا ومحوريا في ثورة 14 من أكتوبر، وهم يستقبلون الثوار بمعسكرات التدريب ويزودوهم بالسلاح والعتاد ليعودوا لجبال ردفان وشمسان والضالع وعدن، لتكون مدينتهم تعز شريان حياة لثورة القضاء على المستعمر والغاصب الأجنبي، ولتذوب آنذاك كل دعوات ومشاريع غير مشروع التحرير، مما يؤكد بأن الشعب اليمني موحد وملتف حول قضاياه الكبرى رغم الضخ المناطقي والفئوي من قبل المستعمر وأذنابه، ودليلا أيضا بأن اليمنيين لا ينسون أو يتجاهلون معاناة بعضهم دون النظر إلى شمال أو جنوب. فقيادة ثورة 14 من أكتوبر عادت للكفاح بالجنوب بعد اشتراكها بالدفاع عن ثورة 26 سبتمبر بصنعاء. إن ثورة 14 من أكتوبر هي واحدة من أهم الثورات العربية التي غيرت بقيامها مجرى الأحداث وانتصرت للحرية والكرامة بعد سنوات من النضال المتواصل في مختلف الأصعدة العسكرية والسياسية والاجتماعية والثقافية. ثورة قادها ونفذها قيادات من مختلف تيارات المجتمع القومية والإسلامية والقبلية ومن كل اليمنيين في الشمال والجنوب، مؤكدة واحدية الثورة اليمنية ووحدوية اليمنيين عبر التاريخ، وهي حقائق لا تقبل الشك أو الجدال. صحوة وطنية كبرى وعودة للوعي الثوري والجمهوري من قبل كل فئات الشعب، وهو ما ينذر بقرب التخلص من الانقلاب والتفاف اليمنيين حول جمهوريتهم. محمد يوسف لقناة سهيل تعز.